إذا المشاهدين شوف تي في، تحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات. إذا هنا من عاصمة الشرق مدينة وجدة، تحية طيبة لكم، مبروك عواشركم. كما كتعرفوا حنا لازلنا في شهر شوال، وهاد الشهور هذه كاملة تبارك الله مباركة حتى الشهر ذي الحجة، والحمد لله حنا كما كنعرفوا الأشهر العربية ديما مباركة، ديما فيها العواشر، ها عيد المولد النبوي، ها عاشوراء، ها العيد الكبير، ها العيد الصغير. الحمد لله هذا كرم عند الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال. إذا خوتي خواتاتي كما كتعرفوا حنا الحملة الوطنية تلقيح لازالت مستمرة، كذلك كما كتشوفوا الإعلان ديال وزارة الصحة أعلنت علنا أنه الناس تاع اللي عندهم بين 45 سنة و 50 سنة يقدروا يمشيوا يجيو التلقيح. هذه واحد الحاجه اللي زوينه، ويقدر منا واحد اسبوعين ولا غادي تسمعوا الخبر نتاع انه الناس اللي عندهم 40 سنه و 35 سنه تاهم يتلقحوا، باش المغاربه ان شاء الله كلشي يستافدوا من التلقيح، وكذلك نوصلوا للمناعه الجماعيه اللي بغيناها. اذا المغرب لازال يحضر لعمليه مرحبه ان شاء الله اللي غادي تدخل فيها الجاليه. كنتسناو القرار تاع الحكومه ان شاء الله اللي غادي نشوفوا شنو، واش غادي يكون التخفيف والاجراءات اللي غادي يكونوا، واش غادي يكون التنقل بين مثلا قال لك التنقل بين المدن غادي يكون اما بشهاده ديال الكوفيد ولا يعني التست اللي ما فيكش كورونا او جواز السفر الصحي. يعني هذه راها غادي تكون ان شاء الله على ما اظن انها غادي تكون. كذلك كاين مجموعه تاع الاجراءات اللي غادي تندار بالنسبه للناس اللي جايين ديال الجاليه، اظن حتى هما غادي يكون على حسب القضيه تاع التيست، وكذلك هو 100% اللي غادي تكون 90% هي الجواز السفر الصحي باش الناس يدخلوا المغرب ويشوفوا الاخوان ديالهم والاخوات ديالهم بطبيعه الحال. اذا حنا كنتمنوا انه دائما الحيطه والحذر، وطبيعة الحال نعطيكم الحصيلة اليومية كوفيد 19 للمنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية كاملة اليوم تسجلت يلا جوج حالات في مدينة وجدة، وباقي الأقاليم كلها خالية من فيروس كورونا. إذا والبارح كذلك كانت المنطقة الشرقية خالية من الفيروس، هذه أسابيع وحنا كنشوفوا الحمد لله أخبار مفرحة. إذا نتمنى كما قلت لكم تاخذوا الحيطة والحذر ديالكم باش تكون إن شاء الله الأمور بخير وعلى خير، وتقدروا كما كنقول حنايا من بعد نرجعوا للحياه العاديه ديالنا. كنتمنوا انه الحكومه كذلك تعطي القرار ديالها باش انهم يخفوا شويه الدرك على الناس ديال الحفلات والعراسات والفنانه اللي مساكين واقفين هذه قريبه عام ونص ما خدموش. هادو كنتمنوا انهم يرجعوا للخدمه ديالهم، لان بزاف تاع العائلات انشردت بسبب هذه الكورونا هذه وسبب الكوفيد. كذلك الواحد يحاول يحضر راسه باش ما يتصابش بالعدوى. الحمد لله نحن في الطريق الصحيح، الله يحفظ بلادنا وملكنا، وتحية طيبة لكم وشكرا. إذا كانت الحصيلة اليومية لكوفيد 19 صفر حالة وفاة وحالتين بمدينة وجدة، أما باقي الأقاليم فهي لم تسجل أي إصابة جديدة بسارس كوف 19 أو ما يعرف عند الجماهير المغربية بكورونا.